ابن الروح القدس إله الواحد أمين. هنرى بنعمة ربنا جزء من الإصحاح الأول من إنجيل القديس يوحنا. بركة المقدسة فلتكن معنا أمين. في البدء كان الكلمة، وكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. عدد 6. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة، ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خصته جاء، وخصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم، ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، أنا الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس موسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. الله لم يراه أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر، وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا، النبي أنت. فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب، كما قال إشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين، فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح، ولا إيليا، ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن الذي في وسطكم قائم، الذي لستم تعرفونه، وهو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست مستحقا أحل سيور حذائه. هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. لربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. دي بنعمة ربنا المحاضرة الثانية في إنجيل القديس يوحنا، وبعنوان الشهادة للنور. الشهادة للنور، ودراستنا في هذه الليلة المقدسة إن شاء الله بتبدأ من عدد 6. كنا في المرة المحاضرة الأولى اتكلمنا على الأعداد من 1 إلى 5. الشهادة للنور في عدد 6 بيقول: كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة، ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. طبعا كلام واضح خالص إن النور المقصود به اللي يوحنا القديس يوحنا المعمدان جاه عشان يشهد ليه هو الرب يسوع.
هو الرب يسوع، نور الرب يسوع. قديس يوحنا الإنجيلي إنجيله كله مشغول بالشهادة لشخص السيد المسيح، علشان نؤمن به وعشان نتمتع بالحياة الأبدية. عشان كده في بداية الإنجيل قديس يوحنا أورد شهادة يوحنا المعمدان جنب شهادته هو شخصيا قديس يوحنا الإنجيلي، علشان يتم الناموس على فم شاهدين أو ثلاثة يقوم الأمر. من انشغال القديس يوحنا الإنجيلي بموضوع الشهادة للمسيح اتكررت كلمة شهادة كاسم 14 مرة وكفعل يشهد 33 مرة، مما يدل أن إنجيل القديس يوحنا فيه اهتمام خاص بموضوع الشهادة للمسيح. قديس يوحنا الإنجيلي بيقول أن القديس يوحنا المعمدان جه عشان يشهد للنور مرسل من الله، فيقول كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. والقديس يوحنا الإنجيلي بيذكر صراحة إن هذا الشاهد ما كانش هو النور، بل كان ليشهد للنور، لأن في العصر الأول في ناس كثيرة آمنت بالقديس يوحنا المعمدان وفكروا أن هو ده المسيا. فالقديس يوحنا الإنجيلي بيقول أن مهما كانت عظمة يوحنا المعمدان، ولكن يوحنا المعمدان جنب الرب يسوع هو مجرد شاهد للنور. عشان كده بيقول إيه؟ بيقول في يوحنا 1:19 هذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة واللاويين ليسألوه من أنت، فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. يعني إيه بقى الحكاية دي؟ الحكاية زي ما قلت لكم إنه علشان في ناس فكرت إن يوحنا المعمدان هو المسيح، فالقديس يوحنا الإنجيلي كتب إنجيله قال لا يا جماعة، مش يوحنا المعمدان هو المسيح، المسيح هو الرب يسوع. وحتى كان في ناس امنوا واعتمدوا معمودية يوحنا ولكن ما كانوش يعرفوا عن معمودية المسيح. غرض القديس يوحنا المعمدان من مجيئه ان هو يشهد للنور عشان الكل يؤمن بالسيد المسيح. هو نفس الغرض اللي كتب من أجله إنجيل القديس يوحنا. فالقديس يوحنا في يوحنا 20 تقريبا في نهاية إنجيله في عدد 30 بيقول آيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمي. فهو قديس يوحنا جه مش علشان المسيح نفسه محتاج لشهادته، ولكن علشان إحنا اللي محتاجين لشهادة يوحنا المعمدان. زي ما بيقول القديس يوحنا فم الذهب إنه ما جاش بسبب احتياج للمسيح لشهادة من بشر، ولكن جه علشان البشر نفسهم هم يؤمنوا بالسيد المسيح. قبل ما اتكلم عن شهادة يوحنا المعمدان للنور، عايز اقول ان الكتاب المقدس في العهد الجديد وطبعا قبل كده في العهد القديم في شهادات كتيرة جدا عن ربنا يسوع المسيح. انا هستعرضها بسرعة بس علشان ناخد إحساس بالموضوع ونشوف إيه دورنا أو إزاي إحنا نقدر نشهد للنور. أول شهادة في الكتاب المقدس وأعظم شهادة في الكتاب المقدس عن السيد المسيح ابن الله
هو شهادة الله الأب نفسه، شهادة الله الأب نفسه. إحنا في العهد الجديد بنسمع أن الله الأب بيتكلم، ولكن لما بيتكلم بيتكلم يشهد عن الابن. فعند المعمودية في متى 3:17 يقول صوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. صوت من السماء، مين اللي هيكلم من السماء ويشاور على الابن اللي في المعمودية أو طلع من المعمودية ويقول أن هذا هو ابني؟ واضح أن ده الآب السماوي بيتكلم، بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. نفس الحكاية على جبل التجلي في متى 17:5 يقول: فيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. دي مرة تانية بنسمع الآب السماوي بيتكلم عشان يشهد عن الرب يسوع ان هو ده ابني، وده ابني الحبيب اللي انا فرحان به. ومرة تالتة دي قبل صليب المسيح مباشرة، كان الرب يسوع في انجيل القديس يوحنا 12 في عدد 27 بيقول نفس اضطربت وماذا أقول: أيها الآب نجيني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضا. عدد 29 بيقول الجامع اللي كان واقف قال حدث رعد، والناس قالوا قد كلمه ملاك، ولكن الرب يسوع قال: ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. فهنا الآب شهد للابن في هذه المواقف. هناك شهادة أخرى للآب تجاه ابنه، وهي شهادة بالعمل، أو زي ما قال القديس بولس الرسول: حسب عمل شدة قوته، اللي هو بقيامة ربنا يسوع المسيح من الأموات. ففي رمية 1:4 يقول: تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. يعني ايه تعين؟ تعين هنا مش معناها انه ما كانش الابن وبقى الابن، لا، تعين هنا معناها انه اعلن بقوة ان هو ده ابن الله بالقيامة من الأموات. الروح القدس روح الآب، وروح المسيح ايضا بيشهد للابن، زي ما قال ربنا يسوع المسيح في يوحنا 15:26: متى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. فأعظم شهادة وأول شهادة نريدها هي شهادة الآب والروح القدس عن ربنا يسوع المسيح. هناك شهادة أخرى هي شهادة المسيح أيضا، شهادة المسيح أيضا وشهادة أعماله، وهي طبعا في نفس درجة العظمة لشهادة الآب، لأن هو واحد مع الآب، أنا في الآب والآب فيا. ففي إنجيل القديس يوحنا في عدد 18 في إنجيل القديس يوحنا إصحاح 8 في عدد 12 كان السيد المسيح بيقول: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي بالظلمة بل يكون له نور حياة، نور الحياة. فالفريسيين لما سمعوه بيقول أنا هو نور العالم قالوا له: أنت بتشهد لنفسك وشهادتك ليست حقا. فالرب يسوع قال لهم: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. فهي شهادته حق وشهد عن نفسه، قال: صدقوني في يوحنا 14:11: صدقوني إني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني
لسبب الأعمال نفسها. يعني أنت لو مش عايزين تصدقوني إن أنا في الآب والآب فيا، صدقوني بسبب الأعمال العظيمة، بسبب المعجزات اللي بعملها. وفي إنجيل القديس يوحنا في إصحاح 5:36 بيقول لي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. وبعدين مرة تانية في إنجيل القديس يوحنا 10:25 يقول الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. ومرة تانية بيقول إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيا وأنا في الآب. ففي دلوقتي احنا اتكلمنا عن كم شهادة؟ شهادتين. الشهادة الأولى شهادة الآب والروح القدس، والشهادة الثانية هي شهادة السيد المسيح نفسه وشهادة الأعمال اللي عملها إن هو في الآب والآب فيه. هناك في الكتاب المقدس شهادة الأنبياء في العهد القديم، زي ما بيقول معلمنا بطرس الرسول إنه كان فيهم روح المسيح السبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها في بطرس الأولى 1:11. فالأنبياء كان روح الله بيتكلم فيهم، وكانوا بيتكلموا عن مجيء المسيح، بيتكلموا عن وقت مجيئه. واحد زي دانيال قدر يحدد ميعاد الصلب، وبيتكلموا عن ملء الزمان، وبيتكلموا عن الألام، وبيتكلموا عن الأمجاد. أشعياء نفسه قال يعطيكم السيد نفسه آية، خلع عذراء تحبل وتلد وابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وأشعياء واحد من الأنبياء اللي قدر يشوف بعين النبوة بالروح القدس ألام المسيح، ووصفها كشاهد عيان كأنه شايفها عيان. ففي أشعياء 53:4 يقول أحزاننا حملها ووجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا، وهو مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلام عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد لطريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. شهادات كثيرة للأنبياء يعوزني الوقت أن أنا أتكلم فيها. عايز أقول لكم أنه على الأقل في 300 نبوة مباشرة في العهد القديم بتتكلم عن السيد المسيح، تتنبأ عن السيد المسيح. ده طبعا غير الرموز الكثيرة في الأشخاص، والرموز الكثيرة في الهيكل، والرموز الكثيرة في الذبائح. كل حاجة في العهد القديم كانت بتتكلم وبتشهد للسيد المسيح، لدرجة أن السيد المسيح قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. وبعد القيامة لما حب يثبت تلاميذه جاب الناموس والأنبياء وابتدى يقرأ لتلاميذه من موسى والأنبياء علشان يعرفوا إيه اللي كان مكتوب عنه. فلغاية دلوقتي احنا عرفنا إن الشهادات عن شخص الرب يسوع في الكتاب المقدس شهادة الله الآب والروح القدوس، وشهادة السيد المسيح نفسه وأعماله، وشهادة الأنبياء. نيجي لشهادة يوحنا اللي هي موضوع الجزء اللي أنا قريته. يوحنا جه تتميم لنبوة أشعياء اللي بيقول صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا، في أشعياء 40:30. نفس هذا الكلام بالضبط اقتبسه القديس متى الإنجيلي بالروح القدس في إنجيل متى في إصحاح 3، قال فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي
صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. القديس لوقا بيحكي عن مجيء يوحنا في إصحاح 3. شهادة القديس يوحنا عن الرب يسوع تضمنت مواضيع كثيرة جدا ومهمة جدا، أذكر منها بعض هذه الأمور. أولا، القديس يوحنا شهد عن عظمة الرب يسوع أنه السابق له ككلمة الله الأزلي، مع أنه أتى بعده في الجسد. يعني في يوحنا 1:15 بيقول: هذا هو الذي قلت عنه، أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. إزاي واحد يجي بعد واحد ويكون في الأصل هو قبله؟ إزاي؟ فهنا دي شهادة ضمنية للوجود الأزلي للرب يسوع باعتباره كلمة الله الأزلي. العلامة أوريجينوس بينسب الأعداد 16-18 في الإصحاح الأول للقديس يوحنا المعمدان. يعني في تفسير كثيرة بتنسبها للقديس يوحنا الإنجيلي، أوريجينوس قال لا، الكلام ده قال يوحنا المعمدان، اللي هو بيقول إن الله الآب أعطانا النعمة والحق في شخص المسيح. بيقول فيها إيه؟ من ملئه، من ملء مين؟ من ملء مين؟ المسيح. من ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة. إيه النعمة فوق نعمة؟ لأن الناموس بموسى أعطي، أدي النعمة بتاعت العهد القديم، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. دي النعمة اللي فوق نعمة في العهد الجديد. الله لم يراه أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فإذا كان فعلا هذا الكلام قال يوحنا المعمدان، يبقى القديس يوحنا المعمدان هو الذي شهد أن الآب أعطانا النعمة والحق في شخص الرب يسوع. يوحنا المعمدان أيضا شهد عن عظمة السيد المسيح، ووضح أن هو غير مستحق أن يحل سيور حذائه، فقال: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. قد كده رؤية القديس يوحنا المعمدان لشخص المسيح، إن المسيح عظيم جدا، لدرجة إن يوحنا المعمدان اللي قال عنه رب يسوع إنه أعظم مواليد النساء، يوحنا المعمدان نفسه قال: أنا ما استاهلش إن أنا أحل سيور حذائه. من شهادات القديس يوحنا المعمدان عن شخص المسيح شهادة عظيمة وقوية ومهمة جدا، شهادته إن الرب يسوع هو حمل الله. ففي يوحنا 1:29 يقول: في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. برضو في عدد 35 و36 يقول: في الغد كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هوذا حمل الله. يمكن ربنا يريد نتكلم المرة الجاية عن موضوع حمل الله والحمامة والحمل. فهنا يوحنا المعمدان شهد عن السيد المسيح أنه سابق ليه باعتباره كلمة الله الأزلي، شهد ليه أن من ملئه أخذنا النعمة والحق، شهد ليه لعظمته أنه غير مستحق يحل سيور حذائه، شهد ليه أنه هو حمل الله. وشهد القديس يوحنا أيضا أنه رأى الروح القدس نازلا ومستقرا على المسيح. ففي يوحنا 1:32 يقول: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه.
وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لعمد بماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. فشهد القديس يوحنا أن الروح القدس نزل على شخص المسيح. من شهاداته القوية خالص والمهمة خالص أيضا أنه شهد عن السيد المسيح أن هو ابن الله، أن هو ابن الله. ففي يوحنا 1:34 قال: وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. وزي ما قلت لكم في بداية الكلام أن الهدف من كتابة إنجيل القديس يوحنا ذكره صراحة، قال: لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي يكون لكم إذا أمنتم حياة باسمي. يعني إذا واحد سألك قال لك: مين يسوع؟ مين يسوع؟ القديس يوحنا يرد يقول لك: يسوع هو المسيح. يعني إيه يسوع هو المسيح؟ يعني الرب يسوع هو الممسوح بالجسد بالروح القدس من أجل خلاصنا، وهو ابن الله. وهو ابن الله طبعا من جهة الطبيعة ومن جهة الصفات ومن جهة الجوهر ومن جهة حاجات كتير. فدي شهادة القديس يوحنا المعمدان. يبقى احنا اتكلمنا عن كم شهادة لغاية دلوقتي؟ اتكلمنا عن 4: شهادة الآب والروح القدس، شهادة السيد المسيح وأعماله، وبعدين شهادة الأنبياء، وبعدين شهادة مين؟ يوحنا المعمدان. طبعا جبت شهادة يوحنا المعمدان بعد الأنبياء، لأن كل الأنبياء تنبؤوا لغاية ما جه يوحنا المعمدان وختم أنبياء العهد القديم. الآباء الرسل أيضا المعاصرين للسيد المسيح شاهدوا لي. فنفس الرب يسوع قال لهم: تشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. دول شهود عيان، دول شهود عيان، أي ويتنسز، دول شافوا بعينيهم. زي ما قال القديس يوحنا، قال: الذي شهدناه، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. فهم دول شافوا المسيح بعينيهم، وشافوا الحياة الأبدية اللي كانت عند الآب وأظهرت لنا. وبعد صعود الرب يسوع ظهروا وشهدوا للسيد المسيح إلى أقصى الأرض، زي ما الرب يسوع المسيح كان قال لهم: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية كان بيأكد أن هم شافوا بنفسهم عظمة المسيح، وأن شهادتهم للمسيح هي شهادة عن اختبار، مش حكاوي سمعوها. ففي رسالته الثانية، بطرس الثانية في إصحاح 1:16-18 بيقول: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته. يعني احنا شفنا عظمته بعينينا، لأنه أخذ من الآب كرامة ومجدا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. أنتوا يعني عارفين أنه كان على جبل التجلي. مين اللي كان مع السيد المسيح؟ كان بطرس ويعقوب ويوحنا. فبطرس الرسول بيقوله: يا جماعة، ده أنا شفت بعيني عظمته، وشفت وسمعت. بيقول: أنا سمعنا، إحنا سمعنا، مش هو بس اللي سمع. بيقول: سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فدول شهود عيان، ولأنهم شهود عيان احتملوا
الألام من أجل اقتناعهم بالرسالة، وعاشوا كأنهم محكوم عليهم بالموت، بل وحكم على معظمهم بالموت. وغير الأباء الرسل والتلاميذ، في ناس كثيرة معاصرين للسيد المسيح شهدوا له، زي نيقوديموس لما بيقول له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يصنع أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل لم يكن الله معه. السامرية والسامريين ونسنائيل والمولود أعمى لأبصر وتوما بعد قيامته، ناس كثيرة وأعداد كثيرة شهدت لشخص ربنا يسوع المسيح. فإذا تصفحنا الكتاب المقدس نرى شهادة الآب والروح القدس عن السيد المسيح، وشهادة السيد المسيح وأعماله، شهادته عن نفسه وشهادة أعماله، ونرى أيضا شهادة الآباء الرسل، ونرى شهادة يوحنا المعمدان، ونرى شهادة المعاصرين للسيد المسيح. كل دي حاجات تخلينا نتساءل، طيب يا ترى ايه دور المؤمنين في الشهادة للمسيح؟ ايه دور المؤمنين في الشهادة للمسيح؟ وخاصة هذه الأيام، وصدقوني خدوا الكلام بثقة، أنا حاسس أن العالم دلوقتي مستعد لتقبل كلمة الشهادة، الشهادة عن شخص ربنا يسوع المسيح، وبالأخص الناس اللي في الشرق الأوسط عايشين في حالة فراغ فظيع جدا، ونفسنا أن الله يملأ هذا الفراغ بالإيمان بشخص ربنا يسوع المسيح. فإيه دور المؤمنين للشهادة، أو إزاي يشهدوا للسيد المسيح؟ أول حاجة أقولها وأتمناها إن المؤمنين يشهدوا للرب يسوع المسيح بوحدانيتهم. وحدانيتهم يعني وحدة الكنيسة. خطوة حلوة فرحت بيها لما سمعت إن قداسة البابا اجتمع مع رؤساء الكنائس وهم الثلاثة طلعوا بيان واحد بخصوص الأحداث. دي علامة كويسة. لكن احنا مشتاقين إلى أكتر من هذا. مشتاقين فعلا أن كل الكنائس تصل إلى الإيمان الواحد. لأن لما هتصل الكنيسة إلى الإيمان الواحد ساعتها تقدر تكرز وتشهد للمسيح بقوة. هو نفسه اللي قال كده، ده مش رأيي أنا. ففي إنجيل القديس يوحنا 17 في عدد 20 بيقول للآب: لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا. خلي بالكم من الكلام، يقول ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا أيضا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. ليؤمن العالم أنك أرسلتني، يعني علشان العالم يؤمن بشخص السيد المسيح أنه مرسل من الآب السماوي، أنه ابن الله اللي جاي من السماء اللي خرج من عند الآب، محتاج الموضوع يكون الجميع واحد. تخلوا بالكم ان هو ذكر كذا حقيقة روحية، طلب ان يكونوا واحد، ويكونوا واحد على مثال وحدانية الآب والابن، وقال انهم لما يكونوا واحد العالم يؤمن انك ارسلتني. اراها الآية تاني، يقول ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. أدي الطريقة لنكرز بيها باسم المسيح. مرة تانية منساش أذكر الرد الحكيم
البارع اللي قاله قداسة البابا لما سئل عن موقف الطوائف الأخرى في دخول السماء. لأنه فعلا لو إحنا هنخبط في بعض وهنكفر بعض مش هندي صورة للعالم عشان يؤمنوا بشخص المسيح، ولكن لما نحب بعض ونتقبل بعض ونصلي إن الله يوحد الإيمان بين الطوائف، هذا هو الطريق للوحدة المسيحية. وبعدين بولس الرسول بيأكد على نفس الفكر ونفس الأسلوب إن طريقنا للشهادة المسيح هو الوحدانية. يقول كده في كورنثوس الأولى 1:10، يقول أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. ده اللي عايزه ربنا، إن يبقاش في انشقاقات في جسد المسيح في الكنيسة، بل تبقى الكنيسة فكر واحد وإيمان واحد ورأي واحد. وبيقول مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. بنصلي أن ربنا يدي سلام. أول ما يدي سلام يدي سلام في الكنيسة وسلام بين الطوائف، وسلام أن كله يقرب من بعضه عشان نبقى واحد زي ما المسيح واحد مع الآب. فدي أول خطوة أحب أذكرها في طريق شهادتنا للسيد المسيح. الخطوة الثانية والمهمة أيضا، أو يعني مش تانية يعني بعديها، لكن أقصد يعني موازية ليها، هي الحياة المتجددة، الحياة المقدسة اللي بيقول عنها بولس الرسول نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. إن الناس تتجدد بروح المسيح وتعيش حياة جديدة. اللي يقدر يكرز باسم المسيح هو الإنسان اللي عايش كخليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. في أفسس 4 في عدد 17 كان القديس بولس بيقول لأهل أفسس لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، يعني ما تتصرفوش زيكم زي العالم. وبعدين رجع في عدد 22 قال أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. ربنا عايز ولاده يبقوا خليقة جديدة، ذهنهم متجدد وحياتهم متجددة. وبعدين في فيليبي 2:15 يقول لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. فأولاد الله الكنيسة مطلوب منها أن هي تبقى بالحقيقة نور للعالم. الكنيسة أو شعب الكنيسة أو كل من ينتمي للكنيسة مطلوب منه أنه ما تصرفش زي تصرفات أولاد العالم. لو كان أهل العالم ليهم طرقهم في تصريف الأمور، الكنيسة ينبغي أن تلتزم في تصريف كل الأمور وفي كل السلوكيات وكل التصرفات أنها تكون مقدسة وبلا لوم وبلا عيب. بتبقى حاجة محزنة خالص لما يتوجه اللوم لكنيسة أو لدير أو لشعب أو لواحد أو لشخص،
حاجة بتبقى محزنة لقلب الله، ومحزنة إنها بتضعف قوة الكنيسة الكرازية بشخص الرب يسوع. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. مطلوب إن الإنسان المسيحي يبقى واضح إنه مختلف عن كل الناس في العالم، ومطلوب إن الكنيسة تظهر إنها مختلفة عن كل مؤسسات العالم أو كل هيئات العالم أو كل جمعيات العالم. نفسنا رب دينا نعمة إن احنا نصير نور للعالم. أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض. إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ وإذا النور طفى هينوروا العالم إزاي؟ فشهادتنا للمسيح أيضا تستلزم مننا الحياة المتجددة. يبقى احنا ذكرت حاجتين تستلزم مننا: نمرة واحد الوحدانية، ونمرة اثنين تستلزم الحياة المتجددة، ونمرة ثلاثة تستلزم الكرازة بالكلمة. يقول كده: لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. النفس اللي دوقت خلاص الله هي النفس اللي تقدر تجري للعالم وتقول لهم تعالوا انظروا، زي السامرية ما عملت. تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، لعله هو المسيح. تعالوا شوفوا بنفسكم هو المسيح، تعالوا تأكدوا بنفسكم أنه هو المسيح. النفس اللي دقت خلاص الله نفس ما تقدرش ان هي تهدأ او تسكت لغاية ما تلاقي كل الناس بتدوق هذا الخلاص. عشان كده النفس بتبقى متحدثة ومتكلمة، وتلاقي اي فرص تتكلم عن خلاص الله. يعني اذا كان الولاد في مصر او في الشرق الاوسط قدروا يقلبوا الحياة السياسية في البلاد بالمسجز بالفيسبوك او في الانترنت، فين ولاد الله عملوا ايه علشان يقلبوا مملكة الشر وقدامهم كل الامكانيات دي؟ مين بعت مسجز لغير مسيحيين يكلموا عن خلاص الله؟ ليه مش كله يتحرك؟ ليه الواحد حابس على نفسه مش عايز يتكلم الا اللي حواليه؟ ده حتى يمكن مع اللي حواليه ما يتكلمش عن خلاص الله ويتكلم في مواضيع اجتماعية. افتحوا الفيسبوك وتلاقي كل المكتوب فيه ايه؟ دردشة في دردشة في دردشة، وحاجات فاني وحاجات، وناس قاعدة متفرغة وتستغرب ازاي البنت دي ولا الراجل ده ولا الشاب ده ولا الشاب دي ما قدرش حتى يبعت آية لصاحبه، او يروح يكلم حد، او يبعت مسج لحد غريب يكلمه عن خلاص المسيح، ان عمل المسيح، او يبعت لينك الوعظة بتتكلم عن دعوة الناس للمسيح، دعوة الناس للإيمان. ليه الناس ما تتحركش؟ ليه الناس ما تتكلمش؟ احنا ما زلنا طالعين من مصر خايفين نفتح بقنا نتكلم عن المسيح، بس هو ده مش الوضع الصحيح لأولاد الله. يقول: اما انتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة وشعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. يعني ربنا اختاركم وجعلكم كهنوت ملوكي، ربنا عملكم أمة مقدسة، ربنا اقتناكم شعب مقتنى ليه، وكل ده لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. وبولس الرسول يقول لأهل تسالونيكي: لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الله، كلمة الرب. ليس في مقدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. يعني حلو أهل تسالونيكي خلوا بولس الرسول يحس أنهم قاموا بكل الشغل، هم زاعوا الكلمة وهم إيمانهم زاع. يعني إيمانهم وعملهم سيرتهم وكرازتهم
ضاعت كل حاجة، لدرجة ان بص يقول طب انا اعمل ايه، ما انتوا عملتوا كل حاجة. ده جسم الكنيسة الحي، دي النفوس فعلا اللي هي مختبرة خلاص الله، لا تهدأ ولا تسكت حتى انها تشهد لربنا يسوع المسيح. الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. الشهادة للمسيح تستلزم وحدانية، تستلزم حياة متجددة، تستلزم كرازة بالكلمة لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.